المشاهدون الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم، بكل خير أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية والمستهل بالعناوين. انخفاض نسب الإصابة بمرض السل في إريتريا. أبحاث استكشافية للتراث الثقافي غير المادي في إقليم شمال البحر الأحمر. فرع الزراعة في القاشبركة ينظم دورة تأهيلية حول التأثيرات البيئية على المشاريع الزراعية. اختطاف مئات الطلاب في هجوم مسلح على مدرسة بنيجيريا. إخماد حريق نجم عن تسرب نفطي جنوب غربي إيران. وخرق إلكتروني خطير لوزارة الخزانة الأمريكية بدعم من حكومة أجنبية. السلام عليكم ورحمة الله. السل هو مرض معدي ويؤثر بشكل رئيسي على الرئتين، لكنه قد يهاجم أي جزء من الجسم وينتشر عن طريق الهواء والرزاز عقب العطس أو التحدث أو البسق أو الضحك، وتفرز جراثيم السل. وإذا استنشق شخص سليم وغير مصاب الهواء الذي يحتوي على البكتيريا فإنه قد يصاب بالعدوى. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي مع الزميل أمير عثمان. أفادت الممرضة هوة نجوسي مسؤولة برنامج السيطرة على مرض السل بوزارة الصحة في اللقاء التي أجرته مع وكالة الأنباء الإريترية إيرينا، بأن البلاد شهدت خلال السنوات العشر الماضية انخفاضا ملحوظا للسل. وذكرت الممرضة هوات بأن مرض السل المنتشر داخل المجتمع الإريتري يهاجم 80% الرئتين و 20% باقي أجزاء الجسم، وينتقل من إنسان لآخر عن طريق الهواء والرذاذ الذي يفرز من الفم بعد العطس وأثناء الكلام. وينقل المصاب بمرض السل العدوي في حال لم يتعالج إلا ما بين 10 إلى 15 شخصا، موصية الإسراع إلى أقرب مؤسسة صحية في حال استمرار السعال. وأشارت الممرضة هوات إلى أن وزارة الصحة وفقا لتنفيذ خطط منظمة الصحة العالمية الهادفة للقضاء على المرض خلال الفترة ما بين عامي 2030 و2035، وضعت خطة استراتيجية تحت عنوان إيجاد المصاب بمرض السل في منزله إذا لم يأتي بذاته إلى المؤسسة الصحية. ونشرت إلى أقصى مناطق البلاد النائية وكلاء الصحة الريفية لمتابعة أوضاع المرض، موضحة بأن وكلاء الصحة الريفية يتابعون أعراض المرض عن قرب وينقلون الأشخاص المشتبه بإصاباتهم إلى المؤسسات الصحية، حيث تم الحصول على 13% مصابا عن طريق هذه العملية، وظلت تجري لهم رعاية صحية لازمة. وذكرت الممرضة نجستي بأن الدراسات التي جرت مسبقا أثبتت ارتفاع الوعي المجتمعي حول مرض السل التي بلغت نسبة 95%، ونتاجا لذلك انخفضت نسبة مقاطعة تناول الأدوية على أقل من 1%. وقالت أن السل مرض يمكن علاجه في حال وجود متابعة جيدة ورعاية صحية لازمة، منوهة إلى صعوبة علاجه مع مقاطعة تناول الدواء لأن قوة تحمل الخلايا تزداد أكثر. وأفادت بأن منظمة الصحة العالمية تقول أن أعلى نسبة شفاء من السل هي 75%، إلا أن البلاد تشهد نسبة شفاء ب 85% بفضل مساهمة كافة الجهات المجتمعية ووكلاء الصحة الريفية. في الختام قالت الممرضة هوات نوغوسي مسؤولة برنامج السيطرة على مرض السل بوزارة الصحة أن الوزارة تعمل لرعاية مرض السل المصابين بإصابة بالغة في مركز مرحن الصحي المنشأ عام 2011، وقد يحصل حوالي 254 مريض في المركز العلاج اللازم لفترة عامين بمنصرفات حكومية. وتوضح تقارير منظمة الصحة العالمية وفاة 5000 شخص يوميا من المصابين بمرض السل. يتجلى التراث الثقافي غير المادي في التقاليد وأشكال التعبير الشفهي، ويشكل ركيزة مهمة في الحفاظ على التنوع والتراث الثقافي، ويعتبر الحفاظ عليه هو حماية الهويات الثقافية وبالتالي التنوع الثقافي للبشرية. للمزيد من التفاصيل التقرير التالي مع الزميل قاسم أحمد.
أجرى مكتب مفوضية الثقافة والرياضة بإقليم شمال البحر الأحمر أبحاثا استكشافية حول التراث الثقافي غير المادي في مديريتي شعب وقندع. وكان الهدف من اللقاءات التي أجريت مع أعيان ورجال الدين وممثلي المواطنين في مناطق منشب وتلوك وقدقد ومتك الأبيات وعشومة وقندع وقحتلي هو توثيق وحماية محتويات التراث الثقافي غير المادي. وأوضح مسؤول فرع الثقافة بمكتب الثقافة والرياضة في الإقليم السيد يوحنس جبريسوس لوكالة الأنباء الإريتريا إرينا أن خطة التعرف والبحث الاستكشافي المنطلقة هي جزء من البرامج التي جرت خلال عام 2019 في أوساط قوميات التيغري والساهو والعفر بمديريات نعفة وأفعبت وقندع وفرو وقلعلم. وهي كذلك مبادرة اتخذت لتوثيق التراث الثقافي غير المادي ونقله إلى الأجيال المتعاقبة وحمايته من الضياع والانقراض لكونه يعد مادة شفهية. وذكر السيد يوحنس بأن بعض محتويات التراث الثقافي غير المادي تتعرض لمخاطر الانقراض ناتجة لطول الفترة الزمنية والتكنولوجية، وأضاف بأنهم أدركوا ولامسوا أن المجتمع لا زال يحتفظ بالمعرفة والسرد الجميل لمحتويات التراث الثقافي غير المادي وتجري جهود حثيثة لحمايته من الانقراض. وأشار إلى أنهم يعملون في هذا الأثناء بالتركيز على عنصر واحد من عناصر التراث الثقافي غير المادي الثمانية، مشيرا إلى أنهم انطلاقا من هذه التجربة الذاخرة سيعملون بأعمال مماثلة مانحين كافة العناصر الاهتمام الجيد بخصوص التراث الثقافي غير المادي لقوميات الساهو والبداويت والرشيدة. وأوضح خبير التراث الثقافي غير المادي الشاب يوتام غزاي أن الأبحاث الاستكشافية الجارية للتعرف على أوضاع التراث الثقافي غير المادي توجد في وضع جيد، إلا أنهم استدركوا بعض نقاط الضعف، حيث أن التغيرات الناجمة عن التأثيرات المفاجئة وغير المنتظمة تجعل الوضع مقلقا، وتسهم تلك التأثيرات في انقراض التراث الثقافي غير المادي، وفي ذات السياق تساعد في التعرف عليه. وفي الآراء التي أدلى بها المشاركون عبروا عن قلقهم من دور التأثيرات العالمية والموسيقى العصرية المساهمة في ضعف وتلاشي الثقافة والعادات عامة وخاصة محتويات الثقافة التراثية، داعين تقوية وتأمين استمرارية الأنشطة الجارية للتعرف والتوثيق بالتركيز على الثقافة. يذكر بأن قسم الثقافة والرياضة في إقليم شمال البحر الأحمر أجرى أبحاث استكشافية مماثلة في مديرية دالك تركزت حول معرفة وتوثيق ثروات وإدارة التراث الثقافي داخل البحار وكذلك الشواطئ. نظم مكتب وزارة الزراعة في إقليم الكاشبركة في 27 من ديسمبر بمدينة بارنتو حاضرة الإقليم، نظم دورة تأهيلية تساعد في التعرف على المشاريع الزراعية الجارية وتأثيراتها البيئية. وتساعد الدورة التي حاضر فيها خبراء من قسم التشريعات والرقابة وكذلك فرع مراقبة الخدمات الإقليمية على تطوير معرفة الخبراء الزراعيين والجهات الشريكة حول التأثيرات البيئية وإجراء دراسات واستكشافات للحد من الآثار السالبة للمشاريع الزراعية الجارية على البيئة. وذكر المدير العام لقسم الزراعة والأراضي في الإقليم السيد أبو بكر عثمان الدارسين بضرورة تطبيق المعرفة المكتسبة وتسخيرها في تقييم التأثيرات البيئية، مناشدا إياهم للعب دور كبير في زيادة سبل استفادة المواطنين من المشاريع الزراعية الجارية. وفي الكلمة الختامية التي ألقاها حاكم إقليم الكاشبركة السفير محمد علي حروي ناشد خبراء الزراعة لتقوية علاقاتهم بالمزارعين وتنظيم سيمينارات وحملات توعية مكثفة لتحقيق المزيد من الإنجازات وتقييم الدورات المثمرة وعقد اللقاءات المستمرة وتمكين المشاريع الزراعية من تقديم خدمات ناجزة للمواطنين وتعزيز دور المجتمع في الحد من التأثيرات الضارة على الأراضي الزراعية والبيئة. وشارك في الدورة مسؤولو الزراعة في مديريات هيكوتا وغونيا وبارنتو وعلي الكاش وشامبوكو ومقلو وأوردات، بالإضافة إلى مسؤولي الأقسام والفروع والوحدات والخبراء بوزارة الزراعة فرع الإقليم.
صرح سيد محمد إدريس محمد مسؤول البرامج التطعيمية في مكتب الصحة بإقليم جنوب البحر الأحمر عن توسيع نطاق تطعيم الأطفال في مديرية الرعتة. وأوضح السيد محمد إدريس لوكالة الأنباء الإريترية تقديم خدمات التطعيم في المديرية بالمراكز الصحية وكذلك بالتحرك إلى المناطق البعيدة، وقد بلغت نسبة التطعيم 98% بفضل تقديمها بصورة منتظمة وفي الوقت المناسب والعمر المحدد. وأشار إلى أهمية ارتفاع نسبة الوعي حول التطعيم على مستوى الإقليم، وإن النسبة العالية للتطعيم والتي شهدها الإقليم خلال الأشهر العشر الماضية خير دليل على زيادة الوعي العام. في الختام قال السيد محمد إدريس بأن مراكز الصحة 15 المنتشرة في الإقليم تمتلك ثلاجات وتستطيع حفظ أجهزة التطعيم لفترة 3 أشهر، وقد ساهمت هذه الثلاجات أيضا في ارتفاع نسبة التطعيم. من جهته أشاد مدير مديرية الرعتة السيد هبتآب جبرآب بتحرك المهنيين الصحيين إلى المناطق البعيدة سيرا على الأقدام لتقديم التطعيم. جرت في مديرية حقات حملة إصحاح للبيئة بهدف الوقاية من الأمراض المعدية والسيطرة عليها، حيث تم إصحاح بيئة 95 من المناطق. وأوضح المواطنون إن إصحاح البيئة خفض بشكل ملموس الأمراض المنتقلة بسبب نقص النظافة، وقد أمنت غالبية القرى صحة بيئتها. وقال مسؤول الخدمات الصحية في مديرية حقات الممرض جبر مسقل جبر هوتي إن إصحاح البيئة المجتمعية التي أدخلت لأول مرة في ضاحية جلاس بمديرية حقات في إقليم عنسبة عام 2009 أسهمت بدور كبير لضمان صحة المواطنين. وأشار إلى إصحاح بيئة 59 قرية في المديرية، وتعمل القرى الخمسة المتبقية لإصحاح بيئتها وبناء المراحيض. وذكر مكتب إصلاح البيئة في مديرية حقات إن اللجنة المشكلة لإنجاح الحملة تعمل بالتعاون مع المهنيين الصحيين. بعد الفاصل سادتي نعود لمواصلة الأخبار. أكدت السلطات النيجيرية أن الجيش لا يدخر جهدا في عمليات البحث عن مئات الطلاب المفقودين بعد هجوم على مدرسة. فقد هاجم مسلحون قدموا على دراجات نارية مدرسة للتعليم الثانوي في ولاية كاتسينا بشمال نيجيريا، وبعد تبادل لإطلاق النار بين المهاجمين والقوات الأمنية فر مئات الطلاب في الغابة المجاورة فيما خطف قسم منهم. وقال حاكم الولاية أمين بيلو مساري غدات زيارة لموقع الهجوم أن الجيش يقوم بمواجهة مع عصابات في الغابات ويتم بذل كل الجهود للعثور على الأولاد المخطوفين، ولم يتسنى له تحديد عدد الطلاب المختطفين. ومنذ الهجوم أغلقت كل مؤسسات التعليم الثانوي في ولاية كاتسينا. وكان الرئيس النيجيري محمد بخاري قد ندد في بيان بالهجوم وأمر بتعزيز الأمن في المدارس وحض القوى الأمنية على توقيف المسلحين. وأدان الأمين العام للأمم المتحدة بشدة الهجوم الذي وقع على مدرسة ثانوية في ولاية كاتسينا في نيجيريا، وما أفيد عن اختطاف مئات الفتيان من قبل من يشتبه في أنها عصابات مسلحة. أعلنت إيران السيطرة على حريق ناجم عن تسرب من أنبوب للنفط في جنوب غربي البلاد وفق ما أفادت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء. ونقلت الوكالة عن خوسرو كياني رئيس إدارة الطواري في محافظة شهار محال وبختاري قوله إنه تمت السيطرة على الحريق وتم احتواء التسرب النفطي. وأعلن أن الحريق لم يؤدي إلى سقوط وفيات. وقالت الوكالة إن التصدع تم رصده في خط أنابيب مارون الذي أغلق لمنع التسرب، ويغذي خط الأنابيب المذكور مصفات أصفهان وهو يضخ 375 ألف برميل يوميا وفق الوكالة. ولم تتضح على الفور أسباب التصدع، لكن وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء أشارت إلى حالات تسرب سابقة من خطوط أنابيب النفط نجمت غالبيتها عن تأكلها أو عن انهيارات أرضية.
أشارت مصادر مطلعة بالولايات المتحدة إلى أن مجموعة تسلل إلكتروني عالية المستوى مدعومة من حكومة أجنبية سرقت معلومات من وزارة الخزانة ومن وكالة مسؤولة عن تحديد سياسة الإنترنت والاتصالات. وأوضح جون أوليوت المتحدث باسم مجلس الأمن القومي أن حكومة الولايات المتحدة على علم بتلك التقارير وتتخذ كل الخطوات الضرورية لتحديد وعلاج أي مشكلات محتملة مرتبطة بهذا الموقف. وذكرت ثلاث مصادر مطلعة أنه يوجد تخوف داخل مجتمع المخابرات الأمريكي من أن المتسللين الذين استهدفوا وزارة الخزانة والإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات بوزارة التجارة استخدموا أداة مشابهة لاختراق وكالات حكومية أخرى. وأفاد أحد المصادر أن الاختراق كان خطيرا لدرجة دفعت لعقد اجتماع لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض. بدأ المسبار الصيني تشانغ إي فايف عملية العودة إلى الأرض حاملا عينات تقدر بحوالي كيلوغرامين من الصخور القمرية التي تم الحصول عليها أثناء رحلته حسب ما ذكرت إدارة الفضاء الوطنية الصينية. وفي بيان نشرته على موقعها على الإنترنت ذكرت الإدارة أن وحدة المدار ووحدة العودة نجحتا في دخول المدار للانتقال من القمر إلى الأرض، وتم إطلاق تشانغ إي 5 في 24 من نوفمبر بواسطة صاروخ لونغ مارش 5، والذي حمل بالفعل أول مهمة صينية بنجاح إلى المريخ، ومن المتوقع وصوله إلى هذا الكوكب الأحمر في شهر مايو المقبل. يشار إلى أن الهدف النهائي للبرنامج الصيني هو إرسال مهمة مأهولة إلى القمر على الرغم من عدم تحديد موعد لذلك، إلا أن بعض الخبراء يتوقعون حدوث ذلك في عام 2036. انتهى سيداتي سادتي نشرة أخبار المساء قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.